السلام عليكم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، درسنا لهذا اليوم من العلوم مما يتكون جهاز الدوران، صفحة 56. الفكرة الرئيسية: جهاز الدوران هو أحد أجهزة جسم الإنسان، وظيفته نقل المواد داخل الجسم. إذن ما هو جهاز الدوران؟ تعريف جهاز الدوران يقول هو أحد أجهزة جسم الإنسان، وظيفته نقل المواد داخل الجسم. إذن هذا تعريفه، هم هو تعريف وكذلك وظيفة. ما وظيفة جهاز الدوران؟ نقل المواد داخل الجسم، ويتكون من مجموعة أعضاء، هذه الأعضاء لكل منها وظيفة محددة، والحفاظ على صحتي وسلامتي يجب اتباع بعض الممارسات الصحية. مما يتكون جهاز الدوران؟ يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة. طبعا جسم الإنسان يتكون مجموعة من الأجهزة، من ضمن هذه الأجهزة هو جهاز الدوران. وجهاز الدوران هو أحد أجهزة جسم الإنسان. إذن تعريف يقول هو أحد، نعم تعريف، أحد أجهزة جسم الإنسان، وظيفته نقل المواد داخل الجسم. جهاز الدوران هو أحد أجهزة جسم الإنسان. منين يتكون جهاز الدوران؟ يتكون جهاز الدوران من القلب والأوعية الدموية والدم. إذن مكونات جهاز الدوران، أو مما يتكون جهاز الدوران، تقول يتكون من القلب والأوعية الدموية والدم. القلب اللي هو أول عضو من أعضاء جهاز الدوران. القلب تعريفه هو العضو الأساسي في جهاز الدوران، هو العضو الأساسي في جهاز الدوران. إذن تعريف القلب هو العضو الأساسي في جهاز الدوران. ويقع داخل القفص الصدري. أين يقع القلب؟ داخل القفص الصدري. يميل نحو اليسار قليلا، يميل نحو اليسار قليلا. تنقبض عضلات القلب وتنبسط باستمرار. طبعا القلب هو عبارة عن عضلة، هاي العضلة تنقبض وتنبسط باستمرار. ماذا تفعل عندما تنقبض عضلة القلب وتنبسط باستمرار؟ لتدفع الدم خلال الانقباض والانبساط، لتدفع الدم في الأوعية الدموية، والتي تقسم الأوعية الدموية تقسم على قسمين رئيسيين بحسب وظيفتها إلى الشرايين والأوردة. إذن جهاز الدوران قلنا تعريفه هو أحد أجهزة جسم الإنسان، وظيفته نقل المواد داخل الجسم. مما يتكون جهاز الدوران؟ يتكون مكونات جهاز الدوران من القلب والأوعية الدموية والدم. القلب تعريفه هو العضو الأساسي في جهاز الدوران. أين يقع القلب؟ داخل القفص الصدري، يميل إلى جهة اليسار قليلا أو نحو اليسار قليلا. عضلة القلب تنقبض وتنبسط باستمرار. لماذا عضلة القلب تنقبض وتنبسط باستمرار؟ وذلك لتدفع الدم في الأوعية الدموية، وذلك لدفع الدم أو لتدفع الدم في الأوعية الدموية. الأوعية الدموية تنقسم على قسمين رئيسيين: الشرايين والأوردة. الشرايين والأوردة، تعريف الشرايين أو ما هي الشرايين؟ هي أوعية دموية تتصل بالقلب. أوعية دموية، شرايين عبارة عن أوعية دموية، هذه الأوعية الدموية تتصل بالقلب. ما وظيفتها؟ تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم. إذن وظيفة الشرايين تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم. أما الأوردة هي كذلك أوعية دموية، وكذلك تتصل بالقلب كالشرايين، لكن وظيفتها تنقل الدم بالعكس من أنحاء الجسم باتجاه القلب. إذن الشرايين هي عبارة عن أوعية دموية تتصل بالقلب تنقل الدم، لكن الشرايين تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم. أما الأوردة كذلك هي نفس أوعية دموية، كذلك هم تتصل بالقلب، لكن وظيفتها تنقل الدم بالعكس من أنحاء الجسم باتجاه القلب. طبعا أقول لك ما الفرق بين الشرايين والأوردة. طبعا الفرق بين الشرايين والأوردة، الشرايين تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم، أما الأوردة تنقل الدم من أنحاء الجسم باتجاه من؟ باتجاه القلب. هذا الفرق بين الشرايين والأوردة. أما التشابه، اثنين هن الشرايين والأوردة هي عبارة عن أوعية دموية، واثنين هن يتصلن بالقلب، لكن الاختلاف تكون الشرايين تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم، أما الأوردة تنقل الدم من أنحاء الجسم باتجاه القلب. نأتي إلى الدم. تعريف الدم: الدم هو سائل أحمر لزج. الدم تعريفه سائل أحمر لزج،
ما وظيفة الدم؟ شنو وظيفته؟ فائدته وظيفته نقل الغازات والمواد الغذائية والفضلات. إذن الدم تعرفه سائل أحمر لزج، وظيفته نقل الغازات والمواد الغذائية والفضلات إضافة إلى توزيع الحرارة في جسم الإنسان. إذن كذلك هذا الدم يعتبر هو تعريف وكذلك هو وظيفة. تعريفه تقول هو الدم، دم سائل أحمر لزج، وظيفته نقل الغازات والمواد الغذائية والفضلات إضافة إلى توزيع الحرارة في جسم الإنسان. إذا يجيك سؤال ما وظيفة الدم، يقول وظيفته أولا نقل الغازات والمواد الغذائية والفضلات، ثانيا توزيع الحرارة في جسم الإنسان. يمثل الدم نحو 7% من وزن الجسم. الدم يمثل نحو 7% من وزن الجسم الكامل. يتكون الدم مما يتكون الدم أو مكونات الدم، يتكون الدم من سائل يسمى البلازما وخلايا الدم والصفيحات الدموية. إذن الدم يتكون من البلازما وخلايا الدم والصفيحات الدموية، يعني يتكون من ثلاثة أجزاء الدم. نقول أولا يتكون من الدم من البلازما، واثنين خلايا الدم، وثلاثة الصفيحات الدموية. وتكون خلايا الدم، خلايا الدم تكون على نوعين. خلايا الدم، هاي خلايا الدم هنا اللي هو يتكون الدم من البلازما ومن ضمنها خلايا الدم. خلايا الدم تكون على نوعين، خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء. خلايا الدم الحمراء ما هو تعريفها؟ هي خلايا، تعريف خلايا الدم الحمراء هي خلايا قرصية الشكل. خلايا قرصية الشكل. ما وظيفة خلايا الدم الحمراء؟ كذلك هو تعريف ووظيفة. وظيفتها نقل الغازات وتعطي للدم لونه الأحمر. إذن خلايا الدم الحمراء تعريفه هي خلايا قرصية الشكل، وظيفتها نقل الغازات وتعطي للدم لونه الأحمر. إذا يجيك سؤال ما وظيفة خلايا الدم الحمراء، نقول أولا وظيفتها نقل الغازات، ثانيا تعطي للدم لونه الأحمر. نأتي إلى خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء تعرف هي خلايا ذات أشكال متعددة، وظيفتها دفاعية أي أنها تحمي الجسم من الأمراض. إذن تعريف خلايا الدم البيضاء نقول هي خلايا ذات أشكال متعددة، وظيفتها دفاعية أي أنها تحمي الجسم من الأمراض. إذا يجيك سؤال ما وظيفة خلايا الدم البيضاء، ما هي وظيفتها؟ نقول أول وظيفتها دفاعية أي أنها تحمي الجسم من الأمراض. أما الصفيحات الدموية فهي أجزاء، تعريف الصفيحات الدموية ما هي الصفيحات الدموية؟ هي أجزاء من خلايا. شنو وظيفتها؟ وظيفتها تخثر الدم، تخثر الدم عند حدوث جرح أو تمزق لوقف النزف. إذن تعريف كامل، يقول هي أجزاء من خلايا وظيفتها تخثر الدم عند حدوث جرح أو تمزق لوقف النزف. إذا يجيك ما وظيفة الصفيحات الدموية، وظيفتها تقول وظيفتها هي تخثر الدم عند حدوث جرح أو تمزق لوقف النزيف. طبعا ناد التفكير الناقد، ناد التلخيص، ما مكونات الدم؟ طبعا قلنا مكونات الدم هي البلازما، خلايا الدم والصفيحات الدموية، هاي مكونات الدم. ما أهمية انقباض عضلات القلب وانبساطها؟ قلنا أهمية انقباض وعضلات القلب وانبساطها هو لتدفع الدم، هاي هنا لتدفع الدم وتنبسط، لتدفع الدم في الأوعية الدموية. قلنا الأوعية الدموية مقسمة إلى الشرايين والأوردة، وتعريف والفرق بين الشرايين والأوردة. هذا كل ما موجود بمما يتكون جهاز الدوران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.